كانت وين ما تقعد في أي محفل تمشي بالشوارع تقول السلام على أفضل الخلق بعد رسول الله. برغم أنه قالت علي بن أبي طالب فرد يوم استفزوها قالوا له شلون تقولين أفضل الخلق من بعد رسول الله؟ يعني علي بن أبي طالب أفضل من الأنبياء؟ أفضل من الخلفاء؟ قالت إي والله أفضل من الخلفاء. بزمن من؟ بزمن الحجاج. وصلوا الخبر للحجاج قالوا من الحجاج جيبوها. الحجاج حباب لسفك الدم. تعاولي جت شلون تفضلين علي بن أبي طالب على الخلفاء؟ قالت مو بس الخلفاء. وأفضل علي بن أبي طالب على آدم ونوح ولوط وعلى إبراهيم وموسى وعيسى وعلى داود وسليمان. قال شوك في يا داود يا سليمان أنا جاي أختص من عندك لأنك تفضلت علي بن أبي طالب على الخلفاء، الآن صرت تفضلي على أنبياء ومن جملتهم أولي عزم. شوك في إن لم تأتيني بينة أخذت الذي فيه عينيك. قالت له وقف أنطيك بينة. قال هل بينة ما أقنع إلا من القرآن. قالت له من القرآن؟ قال تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى، وقال في علي بن أبي طالب إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال في نوح ولوط وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وعلي بن أبي طالب زوجته الزهراء فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وقال في إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وعلي بن أبي طالب قال لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. وقال في موسى وخرج منها خائفا يترقب. وقال في علي بن أبي طالب ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال في عيسى لما جاء المخاض لأمه مريم ودخلت إلى بيت المقدس نوديت يا مريم أخرجي، هذا بيت عبادة لا بيت ولادة. ولما جاء المخاض لأم علي فاطمة بنت أسد، علي وين انولد؟ هم سائل سؤال، سل جدار الكعبة منه الفطر، علي من انولد؟ يقرأ الابتهال آسيا ومريم وكل مخدر، علي من الذيب بيلاذ الغزال، علي سهل أمر كل محير، علي سيف الله لو صار النزال بالزمرد لقحباس، هذا ابو حسين وحسن عز الرجال وهذا ابو العباس سبع القنطرة. فرد يوم اكو مره كانت اسمها حره بنت حليمه، هاي بزمن الحجاج تمشي بالشوارع تقول السلام على افضل الخلق بعد رسول الله. علي بن ابي طالب فرد يوم استفزوها افضل الخلق من بعد رسول الله؟ الانبياء افضل من الخلفاء؟ قالت اي والله افضل من الخلفاء. من بزمن الحجاج؟ وصلوا الخبر للحجاج، الحجاج حباب لسفك الدم. تعاولي جت شلون تفضلين علي بن ابي طالب على الخلفاء؟ وافضل ادم ونوح ولوط وعلى ابن سليمان. قال شوك جاي اختص من عندك لانك تفضلت علي بن ابي طالب على الخلفاء، الان صرت جملتهم اولي عزم. شوك في الا به عينيك. قالت له وقف انطيك الا من القران. قالت له من القران؟ ادم وعصى ادم ربه فغوى. علي بن ابي طالب ان هذا كان لكم جزاء وكان